هذا وقد نقلت وكالات الأنباء العالمية مجموعة من ردود فعل الغزاويين خلال قضائهم أول أيام عيد الأضحى المبارك في ظل هذه الظروف القاسية التي يعيشونها. صراحة شعور غريب لأنه كل سنة لازم نضحي، هذا يمكن العيد الوحيد اللي ما ضحينا فيه. حسينا بشعور أنه ما في عيد بدون أضحية، يعني سبحان الله الشوارع خالية من الأضاحي، الشوارع خالية من الناس، حتى ما في خان يونس ما رجعوا لها ناس كتير، فناس قلة اللي رجعوا لها، فالشوارع خالية من الأضاحي ومن الناس تقريبا. عيد ألم وغصة بسبب فقد الأحباب وكثرة الشهداء، الاحتلال دمر بيوتنا، ما في فرحة، الفرحة ناقصة، أحبابنا راحوا وشهداء كتير منا راحوا، الحمد لله رب العالمين، ربنا يعودنا وعيد أضحى مبارك. العيد الفات كان في فرحة، العيد هذا ناقصة الفرحة، ما في فرحة وفي شهداء، ما في فرحة وفي بيوت مدمرة، ما في فرحة وفي ناس مفقودة لسه تحت الردم، ما في فرحة وفي أسرى بالحبس، ما في فرحة. اليوم نحن في مصلى حي الأمل نعمل على شعيرة الإسلام أداء صلاة العيد. فاليوم يعني كما تعلم العيد بالنسبة للمسلمين ولإلنا أضاحي إرهاق للدماء، ولكن في غزة لا يوجد أي هذه من هذه المظاهر، لا يوجد أضاحي، لا يوجد أي شيء. فنحن الآن نضحي بأنفسنا، نضحي بأجسادنا، ولكن لا يوجد أي شيء من مظاهر العيد في غزة.